سلام البنات، صباح الخير ولا مساء الخير. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تتفرجوا في الفيديو تاعي. ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده يا رب. هنا كما راكم تشوفوا حبيباتي، درت لكم صفيتي جا بزاف بنين وسي لا بروميير فوا نديرو. مي الله غالب ماشي بالبهراز، درتو هكذا برك كتدبيره في الدار. هكذا الوحده اللي تحب تاكلو ولا شهادو كيما انا دير كيما درت، وكل واحد ولا غسات ديالو بيان سيغ. حبيباتي قبل ما نبداو ما تنساش تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ديالي. نبداو هنا على بركه الله. كما راكم تشوفوا درت هنايا زوج حبات ترشي شويتهم، وحبه خضراء حار، حبه حار خضراء وحبه حار حمراء، هكذا شويتهم. وزوج حبات طوماطيش ونص راس ثوم. انا الثوم هذاك تاعي كان راس تاعو كبير، الوغ درت نص راس. وإلا عندك توب تاعك صغير ديري راس كومبلي وشويها، خليها داخل شكارة قسمات مع هذيك سخانة تاع الشكارة، تقدري تنقي الطرشي تاعك فاسيلمون. وأنا كيما راكو تشوفو هنا باش ندير هذيك الكسرة، درت سميد ودرت فريضة ودرت الملح. هذا ما كان أطبيها بالماء حتى يعني تتكون لك عجينة. انا في كيلو خليت يا ربي كاس ولا زوج كيسان سبيد، في كيلو سبيد وزدت درت كاس فريده. هكذايا اللي بقايتك هذيك الفريده بياسو، كنت حطيت الطاجين تاعي سخن وبديت نكور فيها هكذا، وجعدها بحلها بالحلال يعني كيما تقدري تديريها بيدك. حنا على كل حال باش نسهلو غير الامور تاعنا بالحلال خير. هكذا تكملي تبدل هنايا راني درتها، ماشي لازم على كل حال تسقبيها وكاع باسكو راح نفتتو هكا يديك مع الاخر. المهم تبعوني للاخير وتشوفوا الطريقه. هذه حطيتو تباك، وهنايا هذاك الطرشي وقاعيتيك هذه حطيتو داخل مسؤول قشرو قاعيتيك، ونعاود نولي لكم. وانا بعد ما قشرتو قاعيتيك درتو ديريكت في الغوبو هكذا باش نرحيه ديريكت فاسيل. ممكن كيما تقدري تاني تقطعي غير بالموس، انا كان عندي روبو يعني قلت لكم باش نسهل الامور برك. هذا ما كان، واذا اللي ما عندهاش فاش وحده ما عندهاش روبو ولا قطعوا نورمال في يدها تاني كيف كيف. انا طابت لي الاولى تاعي، دوك نزيد ندير لا دوزيام ولا طوندون. راح نوجد لاصوص هنايا في تنجرة، دير شويه زيت ودرت طوماطيش تاع بواطا، درت زوج مغارف كبار ونص تاع طوماطيش تاع بواطا. انا دايما ندير ازدهار هذيك اللي تجي شويه حمراء. درت الملح ودرت العكري، كيما تقدري تزيدي ديري عكري حار ولا ديري هذاك فلفل قلاوه هذاك الصغير الحار بزاف تقدري تديريه هكذا. خلي لقايتك هذيك الطوماطيش تتقلى على طريقتي على كل حال خياتي، وكل واحد والطريقه ديالو. هنا درت حشيش شربة، زدت تاني خليته شوية برك ماشي بزاف. وهنا بعد ما تقلات لي كاع درت هذاك الطرشي اللي رحيت هذا وين في الروبو، هاديك الطرشي طوماطيش وفلفل الحار الثوم كاع ريحتهم كيف كيف. هدا في الروبو هكدا درتو قاعيتك، زيد الخلط غير شويه يتقلى شويه برك هكايا. هايلا كيف جا جات يعني تشهي شاهدكم في الجنة حبيباتي. وهنا نبرق بالماء سخون هكذا حتى ندير اون كونتيتي كبيره على كل حال، باسكو بهذه لاصوص اللي راح نسقي هذاك هذيك الكسره. هايليك درت هاد المقدار يكفيني هكذا، خليه يغلي يرفد كاش زوج ولا ثلاثة غليات هكذا قسمه يتجانسو برك مع بعض وطفيلو. نعاود نروح لهاديك الخبزة هكذا، نبدا نقطع فيها غير رقيقة هكذايا هكذا باش تساعدني، باسكو ما عنديش هذاك البهراس تاعها سبيسيال. هي كي تقطعيه هو نورمالمون يتقطع شوية كبير،
انا قطعته الصغير قاعدك هكا مليح هكذا باش يساعد لك يبدا الهرس فيه يجي لي ساهل. وكيما قلت لكم حبيباتي سي لا بروميير فوا ديرو، قلت لكم خرج بزاف بزاف هايل، ان شاء الله هتجربوه. هكذا في التتقاعدك فيه، يعني نوري لكم طريقة برك يعني للمبتدئات. هاي ليك ديرو هنا، وهنا نبدا نسقي فيه. انا درتو فيه كسرونة وانتي وحبيتي ديري، ولا عندك هذاك المهرس هكذاك خير. هكذا ندير لكم دير يعني مقدار صغير برك هكذا تاع الكسرة، ونبدا ندير هذيك المرقة بالعقل بالعقل هكذا نبدا نهرس فيه حتى نكمل قاعيتك لا كونتيتي هذيك. وهنا حبيباتي لحقنا لاخر فيديو. وهنا كملت قاعدك هذيك لا كونديتي كما شفتوا قاعدك، يعني الفيديو يعبر على نفسه. وهنايا قدمته بصح التقديم، ودرت عليه حتى شويه زيت زيتون، ودير له شويه حشيش شربه، ونرفقه به السيغ بالبن. البن هذاك يعني يقلل شويه هذيك الحار تاعو باسكو علاه يجي بزاف حار. الوغ واش ندير بهذاك البن ينقص شويه هذاك الحار. واش نقول لكم حبيباتي، شاهدكم في الجنه، وان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، وكتبوا لي في التعليق تاعكم واش رايكم. ما عليا غير بقيكم على خير، وشاهدكم في الجنه الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.